السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا ومسهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام عبر إذاعة 97 FM ومن خلال شاشة قناة الريان في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي ترحيب في ثاني أيام عيد الفطر المبارك. مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، نسأل الله عز وجل أن يعيد عليكم هذا العيد بالخير واليمن والبركات. وطبعا في حلقة الليلة راح نسلط الضوء على عدد من الأنشطة والفعاليات الخاصة والمختلفة في عيد الفطر المبارك، وطبعا في العديد من المناطق اللي تحصل في الدولة يا ناصر. صحيح، وبالإضافة إلى ذلك راح نتناول رعاية قطر الخيرية وتمويلها لثلاث مبادرات شبابية تربوية تركز على الأطفال والشباب، إلى جانب الفعاليات الخيرية اللي تنظمها مؤسسة الفيصل بلا حدود والمخصصة للمحتاجين. نعم، والبداية بتكون ضمن فعالياتها لمناسبة عيد الفطر المبارك. نظمت الهيئة العامة للسياحة مهرجان العيد 2015، وذلك في 6 مجمعات تجارية في الدوحة والخور أيضا ناصر. نعم، والتقرير اللي راح نعرضه الحين يسلط الضوء على الفعاليات اللي كانت بمجمع السيتي سنتر. ابتهاجا بفرحة عيد الفطر المبارك وعلى مدى 5 أيام، تنظم الهيئة العامة للسياحة مهرجان العيد 2015، وذلك بمجمع السيتي سنتر. وخلال المهرجان تتنوع فقراته، ومن بينها تقديم عروض ترفيهية عائلية تشمل التمثيل الصامت، السيرك الشيق، والرسم على الوجوه الذي أسعد الكثير من الأطفال. وتسعى الهيئة العامة للسياحة من خلال تنظيمها لهذه الاحتفالات إلى رفع نسبة السياح من خلال مجموعة من الأنشطة التي تجذب الزوار وتبث السرور عند الأطفال وجميع أفراد العائلة لمناسبة العيد. ويعتبر مهرجان عيد الفطر أحد أهم الفعاليات السنوية التي تهدف إلى الترويج لدولة قطر كوجهة سياحية مفضلة للعائلات من الدول الشقيقة في مجلس التعاون الخليجي، مع التركيز على أماكن الجذب السياحي والفعاليات فيها والتي تناسب هذه الشريحة من السياح. هذا في شأن الشباب يا أعزائي المشاهدين، أعلنت جمعية قطر الخيرية عن رعايتها وتمويلها لثلاثة مبادرات شبابية تربوية تركز على الأطفال والشباب داخل الدولة، بغرض طبعا تعزيز القيم وإعداد الكفاءات وتشجيع أيضا هذه المبادرات اللي تخدم مثل هذه التوجهات السامية. وللمزيد عن طبيعة هذه المبادرات الثلاثة معنا الليلة في ترحيب السيد أحمد صالح العلي، مدير إدارة البرامج والمشاريع للتنمية المحلية بجمعية قطر الخيرية. يا مرحبا ومسهلا بك معنا. يا مرحبا فيك. عيد الله عليك مبارك. وأخي خالد علينا عليك تبارك إن شاء الله. في البداية اسمحوا لي أن أنا بهذا المناسب سعيد النازف أسمعية التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى، وإلى مقام حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني، وإلى عموم الشعب القطري والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، وإلى قناتكم المتميزة. الله يجزاك الخير. أحمد، ودنا إحنا نسألك في البداية، يعني إقدام قطر الخيرية على مثل هذا الدعم، وخصوصا لدعم ثلاث مبادرات رئيسية، ما طبيعة هذا الدعم المقدم لهذه المبادرات، وما هي أيضا هذه المبادرات؟ طبعا قطر الخيرية مثل ما تعرف هي منظمة مجتمع مدني تحرص كل الحرص على تقديم البرامج ودعم البرامج الهادفة اللي تخدم جميع فئات المجتمع، وهذا واجبنا ان احنا نمد يد العون والمساعدة لكل واحد عنده فكرة، عنده مبادرة، عنده عطاء، وده ان يشوف هذه الفكرة تتحول الى واقع ويشوف اثرها للمجتمع. وهذه الخطوة اللي احنا بديناها في دعم مثل هذه الثلاث مبادرات. نعم. بهذه المبالغ، بالدعم اللوجستي، بالدعم المادي، وايضا بعقد اجتماعات مع اصحاب هذه المبادرات. لين ما شفناها الحمد لله رب العالمين تحققت وتنفذت وصارت على ارض الواقع، اللي هي مبادرة المجالس مدارس باشراف الشيخ شقر الشهواني، وصلاتي باشراف
أخونا سعد الغانم وأيضا صحبة تربوي بإشراف أخونا عبد الله الشيب. نعم. طيب هذه المبادرات الله يعطيكم العافية عليها كم راح تستمر وإيش الفئات العمرية اللي أنتم تستهدفونها من هذه المبادرات الثلاث؟ هذه المبادرات مستمرة طول العام، يعني احنا بإذن الله تعالى أول سنة هي تجريبية، بعدها إن شاء الله يتم تقييم هذه المبادرات تطويرها، نشوف الإيجابيات نشوف السلبيات. الثلاث مبادرات تخدم شرائح متنوعة، المجالس مدارس تخدم بإذن الله تعالى يعني خلينا نقول احنا من عمر 15 وما فوق لين عمر 60، ان احنا نتوجه الى المجالس. طبعا ما يخفى عليكم المجلس هو محضن تربوي، فيه نتعلم الخبره، فيه نتعلم تجارب الحياه، لكن الان اصبحت المجالس خاصه المجالس الشبابيه يمكن تطغى عليها خلينا نقول وسائل التواصل الاجتماعي حتى اكثر من التخاطب الشفهي. لذلك حرصنا ان احنا نكون لنا مبادره من خلال الشيخ شقر الشهواني ان احنا نعيد هذه المحضن التربوي الى وضعه الطبيعي، المجالس من خلال زيارات يقومون بها مشايخ قطريين، ايضا نستفيد من المشايخ والدعاء اللي يجونا ويزورونا في دولتنا الحبيبه قطر، ان احنا نوصلهم الى مكان هذه المجالس، نقدم لهم الوعظ اللطيف الخفيف، الوعظ السوالف الشبابيه مثل ما يقولون، وليست الوعظ الديني المباشر. يمكن البعض قد يمكن يلاقي صعوبه انه يتوجه الى مكان داعيه او الى مكان شيخ، بس احنا لا، احنا نروح لهم لين المجلس. يعني اي واحد مثل الحين قاعدين نشوف في الصور بعض بعض هذه الزيارات اللي تمت تمت طبعا بالتنسيق مع اصحاب هذه المجالس والترتيب المسبق، ويروح الشيخ شقر او اي داعيه اللي بيكون معه ان شاء الله يوجهون بعض النصائح التربويه الدينيه للشباب، وايضا حثهم على الطاعات والذكر واخذ السوالف البسيطه والحديث خلينا نقول فيه التسليه وفيه العلم وفيه الجانب الديني. الجانب الثاني مبادرات اللي هو مركز صحبة التربوي، هذا احنا نهدف فيها للمرحلتين الابتدائيه والاعداديه. ما يخفى عليكم خاصه المرحله الاعداديه هو سن المراهقه وهو سن الواجب ان الكل يبغي شلون اقدر اتعامل مع ولدي او اتعامل مع بنتي. احنا نستهدف من خلال هذا البرنامج الى تكثيف الدورات التربويه، تكثيف الدورات الايمانيه العلميه من خلال الرحلات، يعني ما في اجمل من الواحد يتعلم وفي نفس الوقت يتسلى ويلعب من خلال اعداد قاده ان احنا باذن الله تعالى نشوفهم ان شاء الله من كبار قياداتنا القدريين بإذن الله تعالى في المجتمع. المبادرة الثالثة اللي هي مبادرة صلاتي يستهدف فيها أخونا سعد الغانم إن إحنا شلون نرغب بالطفل في أداء الفرائض في المسجد وخاصة فريضة صلاة الفجر. يعني يمكن دائما إحنا نقول الطفل هو المحرك لكل الأسرة، متى ما أنت قدرت أنك تغرس هذه القيمة وتعلم فيها الطفل في أنه يتعود على أداء الفرائض في المسجد، صحيح. طبيعي أنه بيشد أبوه بيشد أخوه معاه وبإذن الله تعالى يستمرون. بإذن الله. أنا ودي أسألك، يعني ما شاء الله أنتم غطيتوا هذه الثلاث مبادرات وشرحت عنها شرح وافي وكافي، ولكن أنا ودي أسألك يعني ما طبيعة التمويل اللي يقدم لمثل هذه المبادرات؟ وأعتقد أن مثل هذه المبادرات تحتاج يعني إلى مجهود تكاتف أفراد وأصلا فرق تكون متواجدة، ويمكن الإمداد المادي نوعا ما يكون فيها بسيط وقد لا يشكل عائق لمثل هذه المبادرات. فبالنسبة أنتم تطلعون بهذه الفكرة تقدمون أو تمدون لهم التمويل المادي، قد يكون هذه نقلة نوعية لهم، فما هي آلية التمويل وكيفية آلية تطبيقها؟ يعني يمكن دكتور خالد بعض الأفكار يقولون أو المشاريع يقولون يبغي لها رأس مال، صحيح، وبعض المشاريع ما تبي لها مال تبي لها راس. نعم صحيح. هذه الافكار صراحه هي باجتهاد الشباب نفسهم، القطر الخيريه مجرد انها تعتبر المحضن لهم، احنا نوجه موجه من موجه لهم موجه. نوجه لهم الاطار الاداري الاطار الرسمي، نساعدهم نعطيهم الخدمات اللي هم يحتاجونها. ولله الحمد هناك ايضا من الداعمين سواء من المتبرعين على مستوى الافراد او على الشركات اللي يخصص صراحه في تبرعاته على الجانب المجتمعي، على جانب المسؤوليه المجتمعيه. لذلك من خلال هذه التبرعات يتم دعم مثل هذه المبادرات، فهي نفس ما قلت هي صراحة الجهد هو الأكثر على صاحب المبادرة، صاحب المبادرة نفسهم، وأيضا إن شاء الله أن يكون المجتمع يعني يكون مساند ومساهم لهم ويكون حاضر أيضا لمثل هذه المبادرات. طيب إذا نتكلم عن آلية هذه المبادرات أو المهارات اللي يكتسبها الشخص اللي راح يشارك في مثل هذه المبادرات وهذا البرنامج، ايش راح يكتسبه وايش آليتها؟ يعني لو بناخذهم يعني سريعا مثل مجالس مدارس باذن الله تعالى، انت اول شيء كسبت ان انت جمعت ما شاء الله الشباب اللي موجودين، او خلينا نقول احنا كل واحد في مجلسنا ما في اقل من 12 واحد يجونك مثلا في اليوم، اذا اقل فيهم انت كسبت الاجر ان جاك واحد لمجلسك، قدم صحيح. لهم الوعظ، قدم لهم النصيحه بطريقه غير مباشره، في نفس الوقت انت جعلت هذا المجلس يعني فيه ذكر لله سبحانه وتعالى،
بعدنا شوي عن موضوع السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي، رجعنا شوي لموضوع التخاطب، جمعت الشباب اللي موجودين عندك، فجعلت هذا المجلس يعني مجلس مبارك، مجلس فيه ذكر، فيه موعظة، فيه سوالف، لكن السوالف اللي منها بإذن الله تعالى فائدة وهدف. في الجانب الآخر، جانب مثلا برنامج صحبة تربوي، احنا نشيل جزء من هم الأسرة، ان انا وين اودي ولدي، يعني خاصة في العطل نملأ وقت الفراغ بشيء مفيد. في هناك لهم سفرات في تركيا، في ماليزيا لأداء العمرة. هذه البرامج الشبابية صراحة الكل يفتقدها، يعني الكل يفتقد ان انا اضع ولدي في برنامج هادف، وبالعكس انا اقيم صاحب المبادره هذا ان انا اشوف الاثر. انا بشوف الاثر اذا شفته عندي في البيت، اذا شفته في سلوكه، قبل اذا شفته قبل وبعد. صحيح بالضبط. الجانب الاخر ايضا في مبادره صلاتي، في ان احنا نلزم يعني او نعلم ابنائنا على الصلاه في وين، في المسجد. يعني مثل هذه الصور، يعني مثل ما تشوف اخوي ناصر واخوي خالد، يعني هذا الفرحه اللي احنا نشوفها بعدين سواء في وجوه اولياء الامور او حتى في اطفالنا، هذا هدفنا احنا مثل هذا برامج. احنا يمكن تونا مخلصين شهر رمضان المبارك، وما شاء الله في شهر رمضان المسايا تمتلي، وان شاء الله ان احنا بعد رمضان نشوفها بعد تتم المسايا تمتلي. وهذا الجانب اللي احنا يمكن مبادره صلاه ان احنا نركز عليه، ان احنا يبقى هذا المسجد هو باذن الله تعالى عامر بالمصلين طول السنه. نعم يمكن البعض، بما انك تطرقت للمساجد، يمكن البعض يقول يعني الوقت والدوام وكذا، لكن احنا ما دام قدرنا ان احنا فعلا نحافظ على الصلوات الخمس في المسجد شهر كامل، اتوقع ان مساله الوقت مش العذر. صدقني دائما عذر الوقت هو وقت يعني احنا نتحجج فيه دائما. احنا نسمع ما عندي وقت. لو تجي تقول حق واحد وتقسم الوقت تلاقي عنده وقت فراغ كبير يعني، لكن محتاج من اللي يقدر فعلا يملا هذا الوقت باشياء مفيده. وهذا طبعا هذه فريضه، يعني الواحد مش محتاج ان يذكر نفسه، بل هو واجب علينا انك تصليها في المسجد فيها. صحيح. أحمد، أنا ودي أسألك وفي عجالة، شن هي أغلبية المهارات اللي أنت تلمسها في نفوس المشاركين في الدورات اللي والله اكتسبوها من خضم مشاركتهم في مثل هذه الدورات؟ المهارات ولله الحمد، يعني بالنسبة مثلا خاصة برنامج صحبة تربوي، إحنا نزرع فيهم القيم، نزرع فيهم المهارات القيادية، مهارات المسؤولية، شلون الواحد يقدر يعتمد على نفسه، شلون أنت في هذا السن تقدر أنك أنت تنشئ فريق متكامل. الرحلات الخارجية ترى تعزز أشياء كثيرة في النفس، خاصة في الاعتماد على النفس، التعرف على شعوب أخرى، وتشوف فيها الأشياء المفيدة اللي تقدر ترجع وتفيد فيها بلادك وتفيد فيها مجتمعك. في الجانب الآخر، في جانب المجالس، من خلال الخبرات اللي موجودين، من خلال ممارسات القصص اللي ينقلونها لهم المشايخ، أيضا هذا جانب تربوي قيمي كبير إن شاء الله نشوف أثره. في جانب صلاتي أيضا التزام، احنا عندنا فيهم الجانب التحفيزي أيضا، يعني احنا عندنا نشوف التزام اللي بيسجلون معنا في البرنامج، نقيسه حتى بالتعاون مع مراكزنا اللي متوزعة في مختلف مناطق الدولة. نشوف هذا الالتزام ما بين اللي يؤدون الصلاة في المسجد، والله اليوم التزمت فيه، يتم فيه التواصل مع الأهل، والله اليوم مثلا ماي المسجد، بكرة نبيكم يا جماعة تحرصون عليه، تكون في متابعة مستمرة. ومثل ما قلت لك، جميع هذه البرامج أيضا بعد انتهاءها يتم تقييمها والأثر، على أساس أن احنا أيضا نقيم أنفسنا ونجددها ونطورها. بإذن الله احنا نسأل الله عز وجل أن يوفقكم مثل هذه الدورات اللي فعلا تثلج الصدور، والمبادرات اللي قاعدة تصير بين فترة وفترة ما هي إلا دليل على حرصكم وحرص جميع القائمين في الدولة في مختلف المناصب اللي تقلدونها للنهوض بالمجتمع بمثل هذه المبادرات. احنا لا يسعنا إلا نشكرك الأستاذ أحمد بن صالح العلي، مدير إدارة البرامج والمشاريع التنموية المحلية بجمعية قطر الخيرية. الله يوفقكم وإلى الأمام إن شاء الله. وياك إن شاء الله. شكر لكم صراحة، وهذه دعوة لكل من عنده مبادرة، عنده فكرة، حياة قطر خيرية، وبإذن الله تعالى تكون هي المحضن وهي اللي تقدم لك كل العون والسند، وأيضا بتعاونكم وبتغطيتكم المتميزة لمختلف برامج ومشاريع قطر خيرية، كل الشكر والتقدير لك. شكرا على واجب الله حفظك، ونتمنى لكم إن شاء الله. جزاكم الله خير. بالتوفيق جزيلا لك. إذن مشاهدينا الكرام، مستمرين معكم في برنامج ترحيب، وننتقل بكم مباشرة الآن إلى منفذ أبو سمرة الحدودي، ومعنا مباشرة من أبو سمرة الرائد فالح بن فهد النعيمي، رئيس قسم الشؤون المالية واللجنة الدائمة لإدارة منفذ أبو سمرة. الرائد فهد، كل عام أنت بخير، مبارك عليك العيد، عاد الله علينا وعليكم باليمن والبركات. الله يعودنا عليه إن شاء الله، كل سنة وكل سنة إن شاء الله. رائد فهد، ودنا لو في البداية تعطينا نبذة عن استعدادات منفذ أبو سمرة لاستقبال الزوار القادمين إلى الدوحة، يعني خصوصا في مثل هذه الفترة. بسم الله الرحمن الرحيم، كل عام وانتم بخير. بالنسبة فيما يتعلق يعني باستعدادات لجنة منفذ أبو سمرة،
في تسهيل دخول وخروج جميع المسافرين سواء القادمين لدولة قطر أو المغادرين يعني. فاللجنة الحمد لله يعني وضعت جميع السبل الراحة لجميع المسافرين يعني. فوضعت خطة عمل يعني قبل فترة إجازة العيد فترة كافية يعني. فيعني الحمد لله يعني الأعداد موجودة، فغطنا جميع الكونترات سواء جوازات أو جمارك أو تأمين، فالحركة انسيابية، فدخول المسافرين الحمد لله يعني في تذليل الصعوبات كلها يعني من ناحية مرحلة السفر يعني الشاقة ودخولهم للبلد. نعم رايد فالح، كيف شفتوا حركة المسافرين في اليوم الأول وخلنا نقول اليوم الثاني اللي ما بقى منه إلا شيء بسيط، كيف شفتوا حركة المسافرين في اليومين الأولى لعيد الفطر المبارك؟ والله الحركة انسيابية، فحركة الدخول للبلد حركة أكثر من حركة الخروج يعني. فحركة الدخول يعني خلال اليومين هذه اللي راحت يعني ما يقارب عن 31,000 إلى 135 مسافر. طبعا هذا من جميع الجنسيات اللي دخلت البلد يعني قبل العيد بيوم لليوم ثاني العيد. طبعا هذه الإحصائية موجودة وجميع المسافرين الحمد لله دخلوا، لا في مشاكل لا في أي صعوبات تواجههم الحمد لله رب العالمين. نعم رايد فهد، انا ودي يعني احنا نعرف ان منفذ بوسمره من المنافذ الحيويه اللي فعلا يعتبر ممر حيوي لجميع المغادرين والداخلين الى مدينه الدوحه، يعني احنا نعرف ان معظم الاهالي جايين خصوصا من الدول المجاوره، فاكيد عليهم يعني على شفاههم البسمه والفرحه في مثل الدخول لاستقبال مثل هذه الاحتفالات ويعني الاستمتاع في وجود مثل هذه الاحتفالات. هل انتم فعلا شفتوا يعني الفرحة؟ احنا نسألك بعيد عن تخصصك، ولكن هل فعلا شفت الفرحة مرسومة على شفاه الداخلين إلى الدوحة؟ وهل معظمهم من يعني العائلات أكثر منهم من الشباب؟ والله نسبة العائلات أكثر من نسبة الشباب دخولهم إلى دولة قطر. نعم. فيعني الحمد لله يعني البسمة على وجيههم، فالناس يعني تشكر الحمد لله وجميع تشكر جميع العاملين في المنفذ. فيعني الحمد لله يعني يرحبون وسهلون يعني، وحركتهم مرتاحين منها انسيابية يعني. فيمكن بإمكاننا انكم تشوفون يعني التصوير الحمد لله يعني لا زحمة لا شيء يعني، حتى هيئة السياحة موجودة يعني توزع بروشرات على جميع مواطنين الدول مجلس التعاون يعني، خاصة العوائل يعني توزع لهم بروشرات المهرجانات السياحية والفعاليات المقامة في دولة قطر يعني. نعم واحنا بدورنا ايضا نشكر لك هذا الوقت الرائد فالح بن فهد النعيمي، كنت معنا من منفذ ابو سمره، والله يعطيكم العافيه اللي دائما ما الله يعافيك يعني تبيضون وجيهنا، حيث انكم انتم البوابه الاولى لكل من يجينا في بلادنا، ونقول به مرحبا ومسهلا، وانتم خير من يستقبل زوار البلاد. الله يجزاك خير ويطول لي عمرك، وهذا حق وواجب وهذا عملنا يعني، فلازم نرحب بهم ونسهل بهم، فهذه بلدهم الثانيه يعني. الله يعطيك العافيه، وشكرا جزيلا لك الرائد فالح بن فهد النعيمي، كنت معنا من منفذ ابو سمره، واحنا نقول يا مرحبا ومسهلا لكل زوارنا من دول مجلس التعاون ومن الدول العربيه ومن العالم ايضا، نقول يا مرحبا ومسهلا. ويمكن تطرقت بان يمكن ذكر ايضا نسبه العوائل اكثر، يمكن قطر عرفت في الفتره الاخيره، وحرص المسؤولين في الدوله على انها تعرف، ويتم توفير كل سبل الراحه للعائلات، وعرفت بالسياحه العائليه وتميزت ولله الحمد. نعم الحمد لله رب العالمين، واحنا ايضا يعني الحمد لله رب العالمين ايضا، والحمد لله والشكر للقائمين ايضا على مثل هذه الفعاليات والحرص على تواجد هذه الفعاليات بما يخدم ايضا التوجه السياحي لدى الدوله. فاحنا صرنا الحين نشوفهم في المجمعات ما شاء الله، وفي كل الاسواق الموجوده، وايضا في الفعاليات، وما نبي ننسى ناصر المسرحيات المتواجده، ويمكن ايضا للاطفال وايضا للكبار المسرحيات، يمكن اكثر من يحس بالحركه، يمكن اتوقع يمكن احنا وجودنا في سوق واقف، لان جد الامانه نشوفهم يعني ما شاء الله، وزحمه الناس اللي الزائرين اللي سوق واقف اللي يعتبر من يعني من المعالم المفضله لدى الكثير من زوار قطر، فنقول لهم يا مرحبا ومسهلا بكم معنا مرحبا ومسهلا في عيد الفطر المبارك وفي كل وقت. نعم ايش رايك نطلع فاصل قصير؟ ابرك الساعه توكل على الله. اذا اعزائي المشاهدين نطلع وياكم الفاصل القصير ونتابع بعده.
فعاليات عيد الفطر في سوق واقف وفي كتارة وأيضا في أماكن أخرى في الدولة. خلكم معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، بعد هذا الفاصل مستمرين معكم في برنامج ترحيب وفي أجواء العيد وثاني أيام عيد الفطر المبارك. خلونا نروح معكم إلى سوق واقف اللي تواجد فيه نديب قناة الريان فهد الكعبي، اللي راح نعرف ونتعرف منه على الفعاليات اللي موجودة هناك بمناسبة العيد. فهد مساك الله بالخير، الكلمة والصوت، الصوت والصورة عندك، وعلمنا شو أجواء العيد عندك في سوق واقف. الله يعطيك العافية ومسك الله بالنور والرضا أخوي ناصر بن سلمين، وأكيد أخوي خالد النعمة اللي اليوم لله الحمد عينه باردة وطلعنا لكم من هذه الفقرة من ثاني أيام عيد الفطر المبارك، والفرحة اللي نشوفها في هذه الأيام المباركة. طبعا ما أدري من اللي وراي، ولكن الله المستعان يعطيه العافية يسوي لي مساج، الله بيض الله وجهه. احنا حاليا متوجهين في سوق واقف وبالتحديد في ساحة الأحمد، هذه الساحة اللي تحتضن الخيمة المكيفة، والخيمة فيها عدة فعاليات، أكثر من 20 لعبة، وكلها اللي لفت انتباهي فعاليات حركة، ألعاب حركة، يعني عيالنا بيجون ويستمتعون إن شاء الله أنهم يستمتعون. لكن اللي بيعطينا المعلومات الزيادة عن هذه الفعاليات أو الألعاب الموجودة راح يعطينا هذه المعلومات أخونا عادل الكلدي المنسق الإعلامي في سوق واقف. يا مرحبا ومسهلا يا خالد. كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة، عيد الله عليكم مبارك. علينا وعليكم، وبهذه المناسبة أرفع أسمايات التهاني والتبريكات لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وإلى القيادة الرشيدة، وإلى كافة الشعب القطري والمقيمين على هذه الأرض الطيبة. طبعا اليوم الفعاليات انطلقت عصر هذا اليوم الساعة 4 تماما، ونحن الآن متواجدين في خيمة ساحة الأحمد، هذه الخيمة التي أعدت خصيصا لفعاليات عيد الفطر المبارك. عاد الله علينا إن شاء الله وعليكم بالخير، في فعاليات متنوعة ومتعددة، وما شاء الله نلحظ إقبال كبير من الجماهير خصوصا الأطفال. هذه الخيمة أعدت بشكل أساسي للأطفال، فيها ألعاب متنوعة ومتعددة، وهي بأسعار رمزية أيضا بهدف التنظيم وليس بهدف الربح. وكما تلاحظ أن قلت أنت أنها ألعاب حركية، فعلا هي ألعاب حركية ومتنوعة، في هناك القطار، في هناك المصارعة، في هناك ألعاب المهارات، أشياء كثيرة نتمنى نستمتع فيها أطفالنا الأعزاء مع عوائلهم أيضا، التي تشهد إقبال جماهيري كبير على سوق واقف بشكل عام. يعني أنا كنت من شوية أتجول في السوق ولاحظ المطاعم ما شاء الله يعني مليانة، الكل يعني مستمتع بهذه الأجواء الطيبة، أجواء الأعياد، وإن شاء الله هذه الفعاليات ستستمر لمدة 6 أيام إن شاء الله، هي فترة العيد من السبت اليوم إلى غاية الخميس. أيضا هناك عندنا فعاليات في مركز فنون سوق واقف انطلقت بالتزامن مع هذه الفعاليات عصر اليوم، وتستمر الساعة 10 ليلا نفس هذه الخيمة للساعة 10. أيضا هناك احتفالات وحفلات غنائية برعاية إذاعة صوت ريان في مسرح الريان الواقع في فندق المرقاب إن شاء الله، والدعوة عامة للجميع للاستمتاع بهذه الفعاليات. أخوي عادل بيض الله وجهك، كفيت ووفيت وتكلمت عن هذه، بس أنا لاحظت هناك العيال يطلعون في يدهم ألعاب، يدهم جوائز، هل هذه عيدية ولا لا فاز في اللعبة ياخذها؟ هي في حالة الفوز في اللعبة تعطى مكافأة لطاف تشجيع له، ونتمنى أنهم يستمتعون بهذه الألعاب، وهي ألعاب تنافسية أيضا، يعني تشجع الأطفال على أنهم يلعبون ويستمتعون ويستفيدون أيضا من هذه الألعاب. إحنا نهدف إلى أن ندخل البهجة والفرح والسرور على الأطفال بالدرجة الأولى وعلى العائلة بشكل عام. سوق واقف واجهة سياحية لكل مواطن وكل مقيم، تلاقي الشيبان موجودين في السوق يتذكرون ماضيهم، أيضا الشباب موجودين في المطاعم في المقاهي، الزائرين من دول مجلس التعاون لا ننسى أنهم بكثرة، وأنا لاحظتهم يعني من كل دول مجلس التعاون، سواء كان سعودي من الكويت من البحرين من الإمارات من عمان، من كل دول مجلس التعاون متواجدين وبكثافة ولله الحمد، وإحنا ندعوهم أيضا للتواجد في سوق واقف. هذا السوق فيه كل ما المتعة والفائدة، مطاعم فنادق سوق واقف أيضا موفرة عروض ترويجية بمناسبة العيد، ونتمنى للجميع الفائدة والاستمتاع في سوق واقف. عادل الكلدي بيض الله وجهك، وانت ذكرت انها 6 أيام من اليوم. 6 أيام من اليوم بالنسبة لفعاليات الخيمة ساحة الأحمد ومركز فنون واقف، و4 أيام في مسرح الريان الحفلات الغنائية تبدأ من اليوم. الحفلات تنطلق الساعة 9 تماما وتنتهي في منتصف الليل، والدعوة عامة موجهة والدخول مجاني في مسرح الريان.
بيض الله وجهك. عادل الكلدي المنسق الإعلامي في سوق واقف. الله يبيض وجهك وشاكر لكم على هذا التقدير المتابع. نشكر الريان ونمسي على الشباب الموجودين في الاستديو. عيدكم مبارك. عساك من العيد الفايزين. تقدر تتفضل مثل ما شفنا عادل الكلدي المنسق الإعلامي في سوق واقف. بيض الله وجهه ذكر كل حاجة وريحني من الأسئلة. قال اللي عنده والخلاص. نتمنى أكيد من عيالنا يستنسون العيال هذا اللي أتكلم عنهم. أكيد راح أخذ منهم شريحة. تعال تفضل معي خلونا نشوف الفعاليات. أنت قلت لي تبغى تبارك حق ناصر بن سلمين وخالد النعمة. إيش تبغى تقول لهم؟ يا ناصر يا خالد عيدكم مبارك. عسى كل العيد الفايزين ان شاء الله انها وصلت عيديه الولد. يا ناصر ويا خالد نتعرف عليك. ناصر. ناصر ايش؟ ناصر علي راشد العذبه. ونعم يا ناصر عيد الله عليك مبارك. عيد الفايزين. ناصر جاي الخيمه من متى جاي وش لعبت وش ما لعبت؟ والله توني داخل ما لعبت ولا لعبه. على طول جيتني. على طول جيتك. وين يا فهد؟ مرحبا بك. اتمنى انك تستانس. لبيك يا ناصر. لبيت في منى. سلم عليهم وقل لهم عيديتهم وصلت وسلامهم وصل. وقل لهم ايش اللي يعجب. اسالهم ايش الالعاب اللي لعبوها لحد الحين ولا من الساعه كم موجودين. ايش اللي يعجبهم من الالعاب سوق واقف. يسلم عليكم اخوكم ناصر بن سلمين مذيع في الاستوديو ويقول سلامكم وصل وعيد الله عليكم مبارك. ما تعرفنا عليك. اسمي حمد عبد الرحمن حمد راشد المري. ونعم انت بعد جاي مع اخوك ولا قد لعبت؟ لا ما قد لعبت. جزنا أبغيك تلطم ولا تحط القطرة على جنب وتحزم وتلعب وتشوت الكورة وكل حاجة. بشر الله بسعدك. بيض الله وجهك. تبشر بالسعد. حياك. تعرف عليك. حمد بن ناصر حمد الجبهان. ونعم طلع الكاميرا. طالعني ايش تبغى فيني. المشاهدين يبغون يشوفونك. قول لهم عيد الله عليك مبارك. عيدكم مبارك. أراكم عيد الفايزين. ومن يقول كم حصلت من العيدية؟ أبشرك حول 500. أبعدي تعالك بشر انت أفرح. تعال 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 تعال. كم حصلت من العيدية؟ طالع الكاميرا. 300 ريال. الله يبارك فيها. لا أحد يأخذها منك. لا يقولون لك مندسها وبعدين نعطيك إياها. ترى هذه صارت معنا من الصغار. بيض الله وجيهم. أخوي ناصر وأخوي خالد ومشاهدينا ومستمعينا الكرام. هذه الأجواء الاحتفالية أجواء الفرح. بسمة عيانا الصغار موجودة في سوق واقف وبالتحديد في ساحة الأحمد. خيمة مكيفة. ألعاب ترفيهية. حركة وجوائز. إن شاء الله أنكم تستمتعون. ومثل ما ذكر أخوي خالد 6 أيام ابتداء من اليوم من الساعة 4 إلى الساعة 6 إن شاء الله. إن شاء الله يبغى يقول شعر لكم. ما هو وقت الشعر ذا الحين. إن شاء الله معوض خير. إن شاء الله نرجع لكم في الاستديو أخوي ناصر وأخوي خالد. شكرا لك يا فهد. وايضا احنا نتوجه بالشكر لكل من تواجد في يعني ساحه الاحمد وحرصا من على ان يعني يحضر هذه الفعاليات. ولما نشوف ناصر الفرحه في عيون اطفالنا يعني تسوى الدنيا وما فيها. ولما تسمع الايادي 300 وال500 اذا انتم استكثرتوها عليهم ترى احنا قبل اذا حصلنا نقول الحمد لله والشكر لرب العالمين. نعم اقول اذا حصلنا 100 ذاك الوقت احنا عقب نفكر وين نروح. اي مطعم على الدين ولا شو اسمه ملاهي سنه. ابشر كلي الحين موجوده. عجب نروح لهم نودي عيالنا ان شاء الله نقول لهم ترى احنا لعبنا وطحنا من نفس الدوره فذي. اذا احنا يعني نتوجه بالشكر لكل من يتواجد هناك. وايضا توجه ايضا بدعوه لكل اولياء الامور على الاقل نخصص لهم ولو ساعه ولا ساعه ونص نوديهم نغير جو معاهم نكسر شوي الروتين ونقرب شوي من عيالهم. هذه الالعاب اصلا والاجتهادات اللي نعم. اللي قاعده تصير من 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 المنظمين في هذه الاحتفالات وفي العيد ما هي الا للاطفال والفرحه الاطفال وللشباب وللعائلة بشكل عام. يعني يمكن ألعاب للأطفال صحيح. مسرحيات للكبار عروض حفلات غنائية في نعم. مسرح في سوق مسرح سوق واقف اللي موجود في فندق المرقاب. كل هذه الأشياء كلها موجودة. يعني بس تجي راح تحصل الكثير من الأشياء اللي انت تحتاجها سواء صحيح. لك لعيالك لكل العائلة الكريمة نعم. فأتمنى إن شاء الله أن الكل يستمتع بهذه الأشياء اللي موجودة واللي متوفرة وأوقاتها من الساعة 4 العصر إلى الساعة 10 في الليل مثل ما ذكر السيد عادل الكدلي اللي أعطانا يعني بريف كامل عن كل الفعاليات اللي موجودة. كذلك طلابنا اللي في الخارج مشاهدينا الكرام يعيشون أيضا فرحة العيد في قربتهم. حاولين دائما استذكار هذه العادات والتقاليد اللي في بلادهم وجمعة الأهل. واليوم راح نكون معهم وراح نعيش أجواء عيدهم في القربة من خلال هذا الاتصال عبر سكايب بالطالب خالد الحمادي أحد المبتعثين اللي يدرسون في بريطانيا في مدينة برايتون إذا ما خاب ظني. خالد مساك الله بالخير.
مساك الله بالنور اخوي ناصر اخوي خالد، الله يعطيكم العافيه، الله يبارك عليكم العيد، الله يعيد ان شاء الله علينا وعليكم. اللهم جزاكم الله خير. والله قبل ما نبتدي باي شيء، انا احب اشكر سفاره قطر انها سوت لنا لقاء للطلبه المقيمين القطريين في بريطانيا امس، كان بعد صلاه العيد مباشره. والامانه حسيت اني في الدوحه بين اهلي، خصوصا انهم كلهم لابسين ثياب وقاعدين وفاله القطريه موجوده والعادات موجوده. الله يجزاكم خير ويجزاكم الله خير على قناه الريان اللي عطتنا الجو كامل، واحنا في شهر رمضان ندرس وفاتحينها على طول نشوفها نحس الجو ان احنا في قطر. الحمد لله رب العالمين، وهذا واجبنا الله يسلمك. طيب خالد، انا ودي اسالك قبل ما ندخل معك في اجواء العيد، عرفنا بطبيعه دراستك وتخصصك. الله يعطيك العافيه. طبعا انا طالب تاسيسي ادرس تخصص ميديا براكتس اللي هو بشكل عام اعلام. حاليا في الكورس الاخير في التاسيسي، والحمد لله كنت تفوقت في الكورسات اللي طافت، والعربي والقطري الوحيد في هذا التخصص. تستاهل، خصوصا ان الاعلام يعني شكل كبير وتخصص جدا حساس. فنامل ان شاء الله ان نرجع نبيض الوجه ونرفع صوره ديننا وصوره بلادنا ووطننا عشان نكون كفاءه ومعطاه لهذا الوطن باذن الله. ان شاء الله وانتم فيكم الخير والبركه ان شاء الله، ونتمنى ان شاء الله لكم التوفيق، وان شاء الله ترجعون ان شاء الله وانتم خير من يمثلنا في الخارج، وخير من ينقل الصوره عن اهل قطر وعن شباب قطر في الخارج. ودائما كل الاخبار اللي تجينا دائما ما تجينا الا بياض الوجه. لكن انا ودي اسالك عن تواصلك مع الأهل، أو تواصلكم في الشباب في القربة مع الأهل في الدوحة، كيف كان التواصل في يوم العيد؟ هل كان فقط بالمكالمات، ولا من خلال سكايب، ولا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي اللي وفرت خلنا نقول أو قصرت المسافة الكبيرة في بينكم وبينهم؟ صحيح، لا شك مع التكنولوجيا الجديدة هذه الحمد لله ما وفرت لنا أمور كثيرة. واللي صادف سبحان الله، أمس أنا كنت في اللقاء في السفارة وصادف ان الوالد دخل علينا، ما كنت ادري انه موجود. فالعيله كلها الله يعطيهم العافيه وصلوا وجاء عندنا لندن وعيدنا مع بعض. لكن لما نشوف ان الاخوه الثانيه الطلبه كلهم ما شاء الله، خصوصا في برامج السكايب وهذه الاتصالات، قاعدين فاتحين فيديو كانهم قاعدين متواجدين بينهم. الله يعطيكم العافيه. وبالعكس يعني كل حتى الشباب الربع الاهل عيال عم العيال كلهم، وانت بنفسك يا ناصر قبل فتره يعني هذه اذكرها شخصيا شهاده انك اتصلت وسالت اثر فينا، مع انه يعني ما التقينا فيك من قبل. هذا واجب، الله يعطيك العافيه، ما قصر. هذا واجب اخوي خالد، واجب ناصر دوم ما يقصر ما شاء الله عليه. لا لا احنا مقصرين مهما سوينا، هذا واجبنا. الله يجزاكم الخير. واحنا ايضا بدورنا نشكرك خالد الحمادي على مثل هذا اللقاء وتحتك لنا لهذه الفرصه الجميله ان نتواصل معك. الله يوفقك ان شاء الله في دراستك، ويوفق جميع الطلبه المتواجدين في الخارج، شدوا الهمه وان شاء الله نبي الدراسات العليا تكونون مستمرين فيها ايضا باذن الله. الله يعطيكم العافيه وياك ان شاء الله، وبيض الله وجهكم، وجهود فعلا عظيمه وجميله. الله يبارك فيكم وياك ان شاء الله. الله يحفظك ان شاء الله خالد، انتم كل الشباب القطريين واللي يدرسون في سواء في بريطانيا او في امريكا او في القربة بشكل عام، اتمنى لكم التوفيق، وامانه عليكم كبيره، ونسال الله لكم ان شاء الله التوفيق وترجعون ان شاء الله بالسلامه. اللهم امين، اللهم امين. شكرا لك يا خالد. نعم، اذا اعزائي المشاهدين، امتدادا لمهرجانها الرمضاني اعجاز وانجاز، اطلقت المؤسسه العامه للحي الثقافي كتارا مهرجان عيد الفطر المبارك على واجهتها البحريه في اول ايام العيد ببرنامج متكامل من عروض وفعاليات، نشوفها وياكم مع بعض من خلال التقرير التالي. امتدادا لمهرجانها الرمضاني إعجاز وإنجاز، أطلقت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا مهرجان عيد الفطر المبارك على واجهتها البحرية في برنامج متكامل من عروض وفعاليات. العروض إن شاء الله بتبدأ من الساعة 7:30، ثلاث عروض للساعة 10، من الساعة 10 إن شاء الله لين تقريبا 10:15 بتكون عندنا ألعاب نارية. عندنا من الساعة 7 ل 7:30 بإذن الله عندنا عيدية كتارة، ومستمرة بإذن الله 4 أيام. إدارة كتارة تقدم دعوة حق أخواننا المواطنين والمقيمين وزوارنا من دول الخليج أن يستمتعون بأجواء كتارة هذه. العرض الفني أرض العلماء والإنجازات، يسلط الضوء على العلماء المسلمين وإنجازاتهم
مثل ابن سينا وابن الهيثم وابن فرناس من خلال دمى عملاقة يستمر لأربعة أيام. أما الفعاليات الأخرى ستمتد طيلة 10 أيام. تابعنا معكم مشاهدينا هذا التغرير عن هذه إحدى الفعاليات أيضا اللي تقام في الدوحة، وهي تقام في الحي الثقافي كتارة. تعد مؤسسة الفيصل بلا حدود واحدة من المؤسسات الخيرية اللي تسعى لمد يد العون للمحتاجين من خلال سلسلة للفعاليات والمشاريع الخيرية. نعم، وللحديث أكثر عن مثل هذه المشاريع معنا في الاستديو اليوم السيد عبد اللطيف اليافعي، مدير عام مؤسسة الفيصل بلا حدود للأعمال الخيرية، ونتعرف من خلاله على أكثر الفعاليات في المؤسسة. يا مرحبا وبسهلا فيك أبو عبد الله. حياك الله في الاستديو. ترحب. يا مرحبا. في البداية كل عام وانتم بخير وعيد الله عليكم. بخير الله يسلمك. وودنا طبعا نتكلم أكثر عن الفعاليات اللي تقيمها المؤسسة في هذه الفترة الحالية. في البداية اسمحوا لي بس قدمت، أنا حاب أرفع أسماء التهاني والتبركات صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة أمير المفدى ولا القيادة الرشيدة ولا الشعب القطري بمناسبة عيد الفطر المبارك، واجعل الله عيد علينا الجميع بالخير والبركة. الله. وبالنسبة للسؤال هو العمل الخيري طبعا ككل هو عمل يشمل جميع الأعمال البر. نعم. اللي يتقرب فيها العبد إلى الله عز وجل ويرجو منها الثواب والأجر، وهذا تشمل الصدقات، تشمل كفالة الأيتام، تشمل جميع الأعمال الخيرية. نعم. على المستوى الفردي، وعلى ممكن هذا يغطي شريحة أو شرائح من المجتمع. نعم. طبعا العمل الخيري يعتبر حاليا مقياس للسلوك الحضاري للمجتمع. نعم. كل ما زاد العطاء الفرد في الأعمال الخيرية وزيادة عدد المؤسسات الخيرية سواء في الداخل أو في الخارج. نعم. هذا معيار يعني يتكلم عن ثقافة، معيار إيجابي يدل على ثقافة وعي المجتمع. نعم. في العمل الخيري أو الإنساني والتطوعي. نعم. لأن الفرد لا يستطيع أن يعيش منفرد الوحدة، لازم يكون لابد أن يكون في تعاون بينه وبين بين جميع الشرائح والأفراد. نعم. أبو عبد الله، أنا ودي أسألك، يعني إحنا عارفين الدوحة ما شاء الله تسخر بمختلف الجمعيات الخيرية، ولكل جمعية خيرية هدف واحد، وقد يلتقون جميعا في نفس المصب. ولكن إحنا لو نجي نتطرق إلى جمعية الفيصل بلا حدود أو مؤسسة الفيصل بلا حدود، شنو الأشياء اللي أنتم تميزكم بالأخص عن غيركم من المؤسسات؟ طبعا جميع المؤسسات والجمعية الخيرية تكمل بعضها البعض. نعم. ولكن مؤسسة الفيصل بلا حدود في حين إنشائها يعني كان في توجه من سعادة الشيخ فيصل بن قاسم الثاني مؤسس مؤسسة الفيصل بلا حدود أنه يهتم بتأهيل الأفراد والأسر المحتاجة سواء من الجانب التعليمي والثقافي والصحي. ونركز على أن نأهل الإنسان بأن نعطيه فرصة أو نعطيه شيء لا يفقده أو يقدر يستخدمه أو يستفيد منه في حياته. وركزنا إحنا تقريبا المؤسسة تركز على الجانب التعليمي بالذات. نعم. لأن هذا الشيء ممكن يمتلكه الإنسان وما يخسره، فهو استثمار للشخص نفسه. نعم. طيب خلنا نقول انتهى رمضان، الله يعيده علينا إن شاء الله وعليكم وعلى المشاهدين الكرام إن شاء الله، ويتقبل أعمالنا وأعمال كل من يشاهدنا. ودخلنا على العيد، إيش اللي قدمته المؤسسة من أعمال خيرية خلال رمضان والعيد؟ مؤسسة الفيصل قدمنا عدة برامج فيما يخص مؤسسة الفيصل بلا حدود. قدمنا دعم أو رعاية للحملة التبرع بالدم والأعضاء اللي تقوم فيها مؤسسة حملة الطبية. قدمنا لهم مقر في مجمع سيتي سنتر، وهذا للسنة الرابعة على التوالي، وهذا دائما يكون خلال شهر رمضان والعيد أيضا. نعم. طبعا معروف الهدف من التبرع بالدم، وللحمد يعني كل سنة يكون يعني في اكتفاء أو يصل البنك التبرع بالدم الاكتفاء السنوي. أيضا في البرنامج آخر اللي هو إفطار صائم وخيام إفطار الصائمين، هاي بالتعاون مع مؤسسات جمعيات خيرية في قطر،
ولله الحمد استفادوا هذا السنة تقريبا 45 ألف صائم ما شاء الله في قطر. أيضا لدينا مركز الفيصل للمسؤولية المجتمعية، هذا أحد مراكز مؤسسة الفيصل بلا حدود يهتم في المسؤولية المجتمعية. فكان عندنا برنامج اسمه رمضان يجمعنا، وأيضا كان خلال رمضان وأيضا مستمر لين بعد أسبوع بعد عيد الفطر. يركز طبعا في توعية الناس بأهمية المسؤولية المجتمعية. فنظمنا مقر أو جناح في السيتي سنتر. اللي هو الحين نشوف صورة هذا اللي هو هذا الحين اللي قاعدين نشوف صورة هو الإفطار غير المسلمين. هذا إفطار غير المسلمين. هذا البرنامج الثاني تحت مركز غير اللي تتكلم عنه. أي نعم غير اللي تتكلم عنه بس من ضمن رمضان يجمعنا. هم مشروعين. مشروع جناح في السيتي سنتر. تعريف الناس بالمسؤولية المجتمعية. تسجيل أصدقاء جدد للمركز، بالإضافة كان في فعالية مصاحبة للأطفال، ورش عمل الأطفال، مسابقات هالأمور. البرنامج الثاني اللي هو إفطار غير المسلمين كان يومين في الأسبوع، واستفاد منه تقريبا 650 غير مسلم، وكان الهدف الرئيسي هو تعريفهم بالإسلام، بسماحة الإسلام، بأهمية رمضان، وأيضا التراث والعادات والتقاليد عندنا في رمضان. هي تقريبا المشاريع اللي احنا قمنا فيها في رمضان والعيد. نعم. يعني ابو عبد الله انا ودي اسالك عن نوع وطبيعه التعاون اللي بينكم بين المؤسسات الخيريه المتواجده، شنو نوع التعاون اللي بينكم؟ هل مجرد تعاون على تنظيم لوجستي؟ شنو طبيعه التعاون هذا؟ طبعا ما في شك نجاح اي عمل خيري وانساني لازم يكون في تعاون بين الجميع. نعم. فاحنا في المؤسسه نعتمد على الشراكه والتعاون مع المؤسسات الخيريه، مؤسسه الدوله ككل، وايضا مع الافراد. فاحنا طبعا مع مؤسسات الخيريه مثل ما ذكرت تنظيم الافطار صائم كل سنه، احنا بيننا وبين مؤسسه عيد الخيريه تعاون في هذا المجال. ايضا في المشاريع اللي نقوم فيها برع قطر، بعد في مؤسسات مع مؤسسات خيريه وجمعيات خيريه دوليه، فدائما التعاون لابد منه، واحنا نعتمد في مشاريعنا في الشراكة. نعم. سيد عبد اللطيف علي اليافعي مدير عام مؤسسة الفيصل بلا حدود للأعمال الخيرية، انا راح اختم معك، لكن قبل اختم سؤال او سؤالين بي 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 راح ادمجها لك بسؤال واحد، لكن يعني نحاول نختصرها. مشاريعكم الخارجية في شهر رمضان ومشاريعكم المستقبلية اللي تعزمون ان شاء الله انكم تنفذونها. بالنسبة لشهر رمضان المشاريع الخارجية، احنا في عندنا مشاريع مستمرين فيها ما لها علاقة في رمضان، ما حددنا مشاريع محددة في رمضان، ثابتة هاي ماشي طول السنة. طيب والمستقبلية؟ المستقبلية عندنا أربع مشاريع كبيرة رئيسية، هي أول مشروع وجه وجهتك، برنامج وجه وجهتك، كل المشاريع بالتعاون مع مجلس أعلى التعليم كلها تعليمية مثل ما ذكرت، ركز الجانب التعليمي. حاليا محلي، هذا محلي. هذا محلي طبعا. وهذا العام الدراسي اللي مضى اشتغلنا فيه، والحين ان شاء الله مستمرين ونحاول نكسب اكبر عدد من المدارس المستقله ويستفيد منها طلاب قطر. البرنامج الثاني برنامج اللغه العربيه، هذا برنامج جديد راح نركز عليه مثل ما تقول للتوعيه والاهتمام باللغه العربيه والهويه العربيه. وفي برنامج قدرات يستهدف المدارس المستقله، الطلاب الاعداديه، وهذا يركز على تنميه قدراتهم. نعم. اللي يصبحوا قاده في المستقبل باذن الله تعالى. واحنا ايضا بدورنا نشكرك على حضورك معنا اليوم السيد عبد اللطيف اليافعي مدير عام مؤسسه الفيصل بلا حدود للاعمال الخيريه. شكرا لكم، اتمنى لكم ان شاء الله التوفيق. واحنا متواصلين. الله يسعدك. احنا متواصلين ايضا مشاهدينا الكرام، ولكن فاصل قصير وبعدها راح نتابع معكم باقي فقرات برنامج ترحيب، تابعونا. حياكم الله من جديد أعزائي المشاهدين. الحين ودنا نروح وياكم عند نديب قناة الريان غانم العلي في مجمع لاند مارك، وبيعلمنا أكثر عن الفعاليات المتواجدة هناك. مساك الله بالخير يا غانم، والكلمة عندك.
مساك الله بالنور اخوي خالد، ويا هلا ويا مرحبا بكم هنا عندنا في مجمع اللاند مارك. مثل ما عودناكم كل يوم احنا موجودين في مجمع عشان نشوف فعاليات العيد ونشوف العروض اللي موجوده. طبعا احنا الحين موجودين في مجمع اللاند مارك، ولله الحمد مثل ما انتم شايفين الفرحه عامه والسعاده تحصلها في وجه كل طفل. مثل ما انتم شايفين انا خلفي المسرح، طبعا فكره المسرح هنا المسارح اللي موجوده في المجمعات اللي هي تحت اشراف الهيئة العامة للسياحة. طبعاً هذه الفكرة تكون كل مجمع يحتوي على عرض خاص فيه، يكون عرض ثابت وباقي العروض تكون عروض متحركة. طبعاً احنا الحين موجودين في اللاند مارك، كان العرض موجود من شوي على المسرح، كان الحضور الجماهيري والله الحمد حضور كثيف مثل ما انتم شايفين الزحمة، والزحمة من وراي، ومثل ما انا قلت لكم يعني الأجواء صدق انها زحمة لكن الفرح موجود والله الحمد. كل الأطفال موجودين، كل الأطفال والله الحمد سالمين غانمين فرحانين بالعيد والألعاب. هذا اللي موجود عندي هني أخوي خالد. طبعا مثل ما أنا قلت لكم من كثر الزحمة ما قدرنا نحصل ضيوف، ما قدرنا نحصل عيال نقابلهم، لكن إن شاء الله بشروا في الأيام الجاية. هذا اللي موجود عندي، نرجع لكم الصوت والصورة في الاستديو. شكراً يا غانم، يعطيك العافية. لا تلومهم الألعاب وراك، كدنا مشغولين في الألعاب. الله يعطيك العافية غانم، كنت معنا من مجمع اللاند مارك، وعلى يعني مثل ما شفنا مشاهدينا الكرام من سوق واقف إلى اللاند مارك إلى كثارة، كل هذه الأماكن كلها يعني مهيئة لاستقبال إن كان المواطنين اللي موجودين أو حتى الزوار اللي راح يجون البلاد. كل الأماكن فيها فعاليات، نتمنى لهم إن شاء الله التوفيق بإذن الله. بإذن الله تعالى الله يوفق الجميع. إذا أعزائي المشاهدين، طبعا إحنا نعيش وياكم ويا عيالنا فرحة وبهجة في العيد وهالأيام خصوصا، ولكن الأجمل أن ننقل هذا الشعور لمن يفتقدونه. نعم، جمعية قطر الخيرية مشكورة قدمت لإخواننا النازحين السوريين في لبنان كسوة العيد اللي عساها تخفف عليهم يا رب العالمين. اللهم. وكأن لسان النازحين من الأشقاء السوريين يقول: عيد بأي حال عدت يا عيد. يمر عليهم العيد كباقي الأيام، وفي قلوبهم غصة كبيرة وأمنيات لم يستطيعوا تحقيقها لأطفالهم في هذا اليوم. هنا في شرق مدينة صيدا جنوب لبنان تعيش عائلات من الأشقاء السوريين أثقلت هموم النزوح كاهلهم. جمعية قطر الخيرية وضمن حملة كسوة العيد للأطفال قصدت هؤلاء النازحين ووزعت عليهم قسائم شرائية لشراء ثياب العيد لأطفالهم علهم يجدون فيها طعم الفرحة والبهجة في العيد. يعني أول مرة يعني منحس أنه حسينا بالعيد، أنه إجوا عالم ساعدونا لنكسي أولادنا بهالعيد. الأولاد ما واحد منهم جاب ثياب للعيد ولا يعني حس بفرحة العيد، لحتى ما اجت جمعية قطر الخيرية حست معاناتنا وجابت لنا بونات للعيد وفرحت الاولاد كلهم، وهلا حسوا بفرحة العيد بدهم يروحوا يجيبوا ثياب للعيد ويفرحوا. الاهل والاولاد توجهوا الى المتاجر لاختيار وشراء ثياب العيد بانفسهم، وحملوا السلل لاختيار حاجاتهم من ثياب والعاب. الاطفال يتنقلون في المتجر ويختارون الثياب التي تناسبهم، والفرحة ترتسم على وجوههم. نقيت هول الثياب الحلوين، وأنا يعني بحق لي إنه عيد مثل الأطفال اللي يعني لاجئين السوريين لما بيعيدوا بيفرحوا. وأنا كمان بشكر قطر الخيرية خلتنا نشعر إنه نحن عم إنه هيدا اليوم منه كان يوم عادي، إنه هيدا يوم فرحة كتير لإلنا لأطفال سورية. مشروع كسوة العيد هو مشروع سنوي بينفذه لجمعية قطر الخيرية بأواخر شهر رمضان المبارك. مثل ما شفتوا اليوم كان في فريق من الباحثين الاجتماعيين اللي راحوا زاروا المخيمات ليختاروا العائلات الأكثر حاجة وتعففا. كانت مبادرة حلوة من قطر الخيرية إنه يوزعوا قسائم شرائية لحتى كل طفل يختار الثياب اللي هو بده إياها، الأحذية اللي هو بده إياها، اللي بيحلم يكون عنده. فمثل ما شفت اليوم أنا كتير أحلام، شفت الابتسامات على وجوه الأطفال وكلهم كانوا مبسوطين. رغم مرارة النزوح والتشرد يبقى الأمل كبير بغد أفضل وحياة كريمة، وتبقى الأماني كبيرة بالعودة إلى الديار
وإمضاء العيد بين الأهل والأقارب. سأل الله سبحانه وتعالى أن يديم على وجيههم هذه الابتسامة وهذه الفرحة، وبيض الله وجيه أهل الخير اللي ساهموا في يعني في رسم هذه الابتسامة على وجيه الأطفال الأجيال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردهم إلى ديارهم سالمين قانمين بإذن الله إن شاء الله. اللهم آمين. وبهذا نكون أعزائي المشاهدين وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم ترحيب. لأي اقتراحات أو استفسارات يمكنكم التواصل مع فريق عمل البرنامج من خلال المشاركة عن طريق هاشتاج برنامج ترحيب. نعم، أو عبر الانستغرام اللي يظهر أسفل الشاشة ريان تي في. رحب باقتراحاتكم وباستفساراتكم، ولا تنسون تتابعون برنامج ليالي العيد، راح يكون الساعة 9 مباشرة على قناة ريان، يستضيف عدد من النجوم والشخصيات والمنشدين القطريين، والساعة 11 برنامج شد حيلك التنافسي واللي يستضيف أيضا عدد من الشخصيات المعروفة في مجتمعنا. تمسونا على خير، في أمان الله.